على المشاهدين الكرام، مشاهدي انفاس بريس، ضمن برنامج جديد او حلقه جديده من ضيف انفاس بريس. اليوم في هذه الليله الرمضانيه معنا ضيفين عزيزين، ضيفين من العائله اليساريه. معنا السي منعم وحتي، اهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا، كيف حالك؟ السي منعم وحتي، انت عضو الكتاب الوطني لحزب الطليعه وفي نفس الوقت عضو الهيئه التنفيذيه لفيدرالية اليسار، يعني بهذه الصفه غادي نتحاور معك في عدد من المواضيع. معنا ايضا الزميل العزيز سيونس فراشين، اهلا وسهلا مرحبا بك. شكرا على الاستضافه. مرحبا سيونس فراشين، انت منسق ديال الجبهه الاجتماعيه المغربيه وفي نفس الوقت عضو المكتب التنفيذي ديال الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل، وايضا عندك صفه اخرى سياسيه اللي هو عضو المكتب السياسي للمؤتمر الوطني الاتحادي. نعم، اهلا وسهلا مرحبا بكم. اول سؤال، حنا في هذه الاجواء ديال رمضان سي منعم وسيونس، دائما السؤال المغربي اللي كيطرح، كيف حالكم مع رمضان؟ كيف حالك مع رمضان؟ مزيان. انا رمضان كيفكرني ديما بالطفوله ديالي، يعني مرتبط بواحد الفرح طفولي كما كنكتب دائما اللي كنبغيه ديما يبقى. نعم سي يونس. رمضان في الواقع هو ديال الاجواء العائليه وديال لا كونفيفياليتي، ديال التجمع ديال العائله، وكيعطي الدفء العائلي. طبعا الحال انا الغرض عندي من هذا السؤال هو انه نعتبره واحد المدخل، دائما السؤال كيف؟ سؤال كيف هو انه رمضان الان عنده واحد المميزات، هذا رمضان ديال هذا العام، رمضان ديال الغلاء، غلاء في الاسعار، غلاء في المحروقات، غلاء الاسعار ديال المحروقات، غلاء ديال الخضار، غلاء ديال الفواكه، عدد من الامور. ممكن نعتبروا هذا رمضان، هذا رمضان ديال الفلفله 25 درهم، ديال المازوت 15 درهم، عدد ديال المواد الغذائيه اللي تيكتوي منها الشعب المغربي. شنو قراءتك سي منعم وحتي لهذه الموجه ديال الغلاء؟ وربما ماشي موجه، هذه الموجه طالت اكثر من الحد ديالها، تفضل. في الحقيقه ومزيان ندوب بالدارجه باش يفهمونا المغاربه وبشكل مبسط، الملحوظ في هذا رمضان هو واحد الظاهره بعدا في الدار البيضاء والحواري ديالها، هو رجعت الظاهره لما يسمى بترييف المدن. ترييف المدن يعني وليتي كتلقى كارو جارو حمار، كرويله، كروسه، يعني الناس رجعت لذاك النوع ديال النقل البدائي نظرا لاكتواء بالغلاء ديال المحروقات. والاكتواء بالغلاء ديال المحروقات يعني كطلع الخضره، كيطلع اللحم، كيطلع الدجاج، كيطلع يعني كاع المواد كتغلى نظرا للغلاء ديال المحروقات، يعني لو ترونسبور كيغلى. يعني دابا راه اسره دابا ما تقدرش تحرك طوموبيلتها، فهمتيني؟ الشركات حتى هي كتعاني، راه حنايا كيسار كندافعوا على الاسر وعلى المواطنين، ونيت الشركات كتعاني والمقاولات. كاين دابا لا سي جي ام ديال اللي كتدافع على المقاولات، دابا كتحمي مافيا ديال المحروقات. هذه هي اللحظه فين تدافع على الانهيار ديال والغلاء ديال الاثمان ديال المواد الاولية في الشركات. غادي نرجعوا السي منعم لهاد التفاصيل ديال الاسباب والمسببات ديال موجة الغلاء. السيونس، انتم في النقابه ويعني بالضبط في هذه الجبهه الاجتماعيه المغربيه، بطبيعه الحال تترافعون على المواطن المغربي، كيف حالكم مع هذا الغلاء هذا، وكيف ممكن تدافعوا على المواطن بهذا الشكل؟ هو كيف ما قلتوا هذا رمضان استثنائي، وهذا الزمن اللي كنعيشوا فيه، لانه كجيل وحتى الاجيال اللي قبل منا ما عمرنا ما وصلنا للارقام اللي كنسمعوا بهم. يعني ملي كنتكلموا على معدل التضخم اللي غيوصل 4.7%، هذه سابقه في التاريخ، ما عمرنا ما سمعنا ب 4.7% كطو دانفلاسيون، اللي طبعا ملي كنقولوا له طو دانفلاسيون عنده تاثير على القدره الشرائيه ديال المواطنين، يعني معنى انهيار ديال القدره الشرائيه. ملي كنقولوا تكلمتي على الفلفله، على مطيشه، لان الحكومة كتقول هذا تضخم لمستورد، ولكن مطيشة راه كتنوض في المغرب، فلفلة راه منتوج مغربي، بمعنى أن كاين تضخم حتى في المواد اللي كنلجوها محليا. دونك بالنسبة لنا حنا كنقولوا كنقابة أنه الدور ديالها هو الدفاع على الشغيلة، ولكن كالفدرالية الديمقراطية للشغل دائما كنعتبروا بأن دفاعا على كافة المهمشين، كافة الكادحين، وبالتالي كنقولوا بأن أي حوار اجتماعي مع الحكومة اليوم خصو يكون يقدم اجوبه على السياق الاجتماعي اللي كنعيشوا، اللي هو سياق استثنائي ديال اساسا ديال الغلاء وديال التراجع ديال القدره الشرائيه من بعد ازمه اللي ما نساوهاش. المغاربه يلاه خرجوا او لا مازال كيعانوا من تداعي ديال الازمه ديال الجائحه، اكثر من 600,000 ديال العمال اللي فقدوا مناصب العمل ديالهم، معدل البطاله اليوم في المجال الحضاري وصل 17%، رقم كذلك غير مصبوغ، معنى انه كنعيشوا وضع استثنائي على المستوى الاجتماعي، خصو حلول استثنائيه ومبتكره. نعم، هاد الامور الاجتماعيه اللي كنعيشوها السي منعم عندها اسباب، في نظرك هاد الاسباب هذه ديال الغلاء الحكومه كتتكلم على اساس انه هذه ازمه عالميه، ودائما كنرميو المسؤوليه للاخر، يعني الى اي حد هذا الامر صحيح؟
وسيون صراحه تكلم على انه المنتوجات الغذائيه اللي عندنا في المغرب الزايده راه منتوج محلي وبالتالي لا حاجه لنا باستيرادها او توظيفها اكثر. فعلا هذا لا يمكن زعما نغمضوا نخبيو الشمس بالغربه لان كاين ازمه عالميه، كاين الحرب في اوكرانيا، كاين لانجيكسيون ديال الميريكان دابا ديال مليون برميل في اليوم لامتصاص هذا الغلاء هذا اللي كاين ديال البترول، وهذا لا يعفي ان ترتكبت واحد الجريمه في حق المغاربه. هو ان هذيك الاسامير اللي تسدات بفعل فاعل يعني جريمه اللي كانت غتجنبنا جزء من الاشكال اللي واقعين فيه ديال الامن الطاقي، لان الاسامير كانت كتغطي 64% ديال الاحتياجات ديال السوق المغربي فيما يخص الفيول والديزل وبقيه المشتقات. دابا حنا كما كيقولوا عريانين طاقيا بفعل فاعل. في المقابل انه كاين واحد اللوبي ديال المحروقات اللي تنمت الثروه ديالو بين عشيه وضحاها، وكما كيقولوا في القضاء ذاك الفصل 273 ديال تجريح القاضي، كيقول لك القاضي ما خصوش يكون قاضي الا عنده يقدر يحكم في هذيك القضيه وعنده مصلحه. ما يمكنش يكون اخنوش رئيس ديال الحكومه وهو الملك ديال اكبر يعني شركه ديال المحروقات في المغرب وهو اللي كيدبر السياسه الطاقيه في المغرب. ما يمكن غير انه يدافع على مصلحته. لهذا هذا اللوبي هذا هذه المافيا ديال المحروقات راه انتقل الربح ديالها من 60 سنتيم اللي كان في المرحله ديال المقايسه لدرهمين. وغير في هذه المرحله الاخرى دابا البترول راه كان ب 130 في لافان ديال مارس في نهايه مارس. دابا وصل ل 130 96 97 100 دولار 30 دولار نزلت في هذه المرحله. هذه 30 دولار اللي كتشكل تقريبا واحد الخمس ديال الاخر ما حسيناش بها، واللي في اللحظه اللي كيرتفع البرميل مباشره كيرفعوا الاثمنه ديال المحروقات، وهو اللي كيتم التاثير ديالو على الخضره وعلى اللحم وعلى البقيه ديال الامور. اذا هذا اللوبي ديال المحروقات راه ولا هو اللي في الحكومه يدبر السياسه الطاقيه في المغرب. اذا الاغلاق ديال الاسامير تم بفعل فاعل باش يفقدوا المغاربه هذا الامن الطاقي ديالهم ويبرزوا يعني اربعه ديال الشركات كتستولي على 70% ديال الترويج والتسويق ديال البترول في المغرب والمحروقات، ونفس هذاك اللوبي هو اللي كيحكم في الحكومه. اذا لا يمكن ان يدافع هذا اللوبي هذا الا على مصالح نفس اللوبي. وهنا لا سي جو ام كما قلت راه خصها تدخل لصالح الشركات، والبرنامج ديال اليسار دابا ولا حتى ديال فدرة اليسار ماشي الدفاع غير الاسر، وهذاك السيد اللي كيبغي يدي وليداتو للبحر ما كيقدش يديهم لانه الثمن ديال البترول طلع والثمن ديال المازوت طلع. راه حتى دوك الشركات والمقاولات الصغرى وكذا اليسار سيدافع يعني في ملفاته المطلبيه على هذه الشركات لانها غادي تسد. ونفس هذا التنظيم وهذه المؤسسه ديال السي جو ام هذه هي اللحظه فين تصطف لصالح الشركات مادام هي نقابه ديال الشركات وتدافع على المصالح ديالها، تصطف مع اللوبي ديال المحروقات. اذا هذه ازمه كتوضح ان اللي كيحكمنا دابا راه ما ولاتش حكومه، ولات شركه لتدبير يعني الاعمال ديال واحد الفئه قليله. هذا هو اللي كان السي معلم كيتكلم على انه السي جو ام خصها تلعب الدور ديالها في حمايه الشركات. بالمقابل ايضا كاين الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل اللي هي مركزيه نقابيه، شنو هو الدور ديالها؟ وانت تكلمتي في الاول على الدور ديالها داخل كيف ممكن تحمي هذه الطبقه العامله في جانبها الاجتماعي بالاساس اللي هو مضرور الان. راه كما قال السي منعم الفلفله طالعه، مطيشه طالعه، البطاطا طالعه، يعني هذا المواطن ما بقاش كنفكروا ربما في الصحه والتعليم والشغل وهذه القطاعات الكبرى، ولينا كنتكلموا في المعيش اليومي في التدبير اليومي. تفضل. لا هو دائما سي جمال دائما مع رؤيتنا وهويتنا ككونفدراليه الديمقراطيه للشغل كنربطوا ما بين السياسي وما بين الاجتماعي. من الوضع اللي كنعيشوه دابا هو ناتج على اختيارات سياسيه ديال سنوات، ملي كنتكلموا على الفلاحه الفلفله مطيشه وغيره كنتكلموا على ان المغرب دابا الكميه اللي ولا كيستورد ديالها صغيره، قمح فارينه وكل الاشكال ديال الحبوب اللي طالع الثمن ديالها والانعكاس ديالو كذلك على القدره الشرائيه. وكنشوفوا شنو التغيرات اللي وقعت في السياسه الفلاحيه ديال البلاد، البلاد شنو كانت كتنتج وشنو ولات كتنتج مع المخطط الاخضر ومع سنوات ديال التحول اللي غيرنا البنيه ديال الفلاحه في المغرب. النتيجه هي خلاصه هي ولينا كنديروا لافوكا وكنديروا الدلاح وكنديروا مواد اللي كتمشي لبرا اللي كنستوردوا الماء اللي هو ماده غاليه، وبالمقابل الاشياء الاساسيه اللي كان الفلاح المغاربه كيزرعوها للاسف انها ما بقاتش. دونك هذا اختيارات سياسيه كبرى اللي دارتها الحكومات المتعاقبه اللي كنادوا الثمن ديالها الان، ادوا الثمن ديالها الان، واللي كاين استمرار ديال نفس السياسات، معنى انه هي سياسات كنقولوا عابره للحكومه. ثم بعض القرارات كذلك، مثلا ملي كنتكلموا على السوق، واش في المغرب فعلا عندنا سوق؟
واش عندنا فعلا شروط ديال التنافس ما بين فاعلين اقتصاديين؟ حنا عندنا واحد الراس مال ريعي كيف ما قال المنعم، واحد اللوبيات متحكمه في دي مارشي المحروقات نموذج وغيره كذلك من النماذج، وعندنا مؤسسات للاسف ما كديرش الدور ديالها، بين مثلا سميتو هذاك الكونسي ديال مجلس المنافسه، مجلس المنافسه اللي خرج تقرير وراه كنعرفوا المسار ديالو. وبالتالي دونك هذه اختيارات سياسيه، هذه الاختيارات السياسيه باش تواجهها كنقابه كنواجهها اولا بالمطلب ديال الديمقراطيه وديال العداله الاجتماعيه. ديال الديمقراطيه بمعنى انه خصنا اطار ديمقراطي اللي فيه رفع المسؤوليه بالمحاسبه، اللي فيه انتخابات نزيهه، اللي فيه السياده الشعبيه، اللي فيه المراقبه الشعبيه من خلال المؤسسات اللي فعلا تمثل الاراده الشعبيه، وبالمقابل كذلك الدفاع على المصالح ديال الطبقه العامله. اليوم هذا الشيء كنديروه من خلال الحوار الاجتماعي، من خلال المؤسسه ديال البرلمان، الدور اللي كنقوموا به كمجموعه كونفدراليه، وكذلك من خلال الشارع، مجموعه من الوقفات الاحتجاجيه اخرها اللي كان في 13 فبراير وكذلك في 20 فبراير مع الجبهات الاجتماعيه، معنى انه النضال في الشارع والنضال من داخل المؤسسات باش انه نواجه. ولكن لا النقابه بوحدها ولا حزب يساري بوحده ولا يعني حركات اجتماعيه اللي عندها مطالب اما فئويه ولا مجاليه ما يمكنش ان بوحدها دير هذا العمل. لهذا جات الفكره ديال الجبهات الاجتماعيه اللي هي ديال التوحيد وديال التجميع ديال النضالات كلها باش على الاقل نرجعوا في ميزان القوى ونكونوا مؤثرين في ميزان القوى ونواجهوا هذه الموجه وهذه الرده اللي كاينه لا على مستوى المكتسبات الاجتماعيه ولا كذلك على مستوى الحقوق والحريات. نعم، ملي كنتكلموا حتى على تكلمت على الجبهه بطبيعه الحال لا يخفى على احد الدور ديالها، ولكن بالمقابل السي منعم كاين المؤسسات اللي هي دستوريه، كاين البرلمان، كاين الحكومه، جوج واجهات الان هذو اللي ضعاف. ضعف الاداء ديالهم حكوميا وحتى برلمانيا، ما كاينش اللي يدافع على المغاربه، وبالعكس المغاربه كيصدفوا اخر تصريح اللي كان ديال بيتاس كيقول بانه حنا غندعموا قطاع معين ديال الطاكسيات واللي عنده شي طوموبيل يتحمل مسؤوليته. واش هذا جواب ديال مسؤول حكومي؟ دابا غير كنرجع انا لهذاك التصريح ديال الهيئه ديال الاغلبيه ديال 8 ابريل، اجتمعوا رؤوس الاغلبيه وخرجوا بتصريح مفادو يعني العمق ديالو، يعني جمله ان غون تيتغ اللي هو اننا متضامنين واننا حكومه منسجمه جدا ضد الجيوب ديال المغاربه وفي في 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 الاختلاس المنظم كما كيتقال بالقانون من الجيوب ديال المغاربه ديال اي حاجه. هاد الزياده ديال البترول شكون اللي غادي يخلصها؟ ملي في الاخر راه كترجع لهذاك المواطن اللي كيمشي بطونوبيلته في لاكلاس مويان ولا طونوبيله بوليس، هو الاخر اللي غادي يخلص هذاك اللي كان ازدحام ديال المازوت. لهذا فالحكومه تحتاج الى معارضه حقيقيه. هذا المعارضه اللي في البرلمان حنا راه عارفين. لا غير قبل البرلمان نبقاو في الحكومه. واش هذه الحكومه اللي استهلوا فيها حسن؟ لان الشعار ديالها وقبل منها كان شعار ديال التجدي مقاومه الفساد، ما شفنا فساد، بالعكس دابا من الفساد الان استهلوا اكثر. واش كنستهلوا كل هذا الشيء؟ هذه المصايب كلها كنستهلوها؟ اخنوش في التصريح الحكومي يتكلموا على الدوله الاجتماعيه. لا يمكن، واش فهمتيني؟ لي قائد ديال هذا اللوبي هذا ديال المحروقات اللي دار كل هاد الكوارث هادو بما فيهم داك 17 مليار اللي باقيين كنتسناو ليه حد الان المصير ديال التقرير ديالها، والاقبار ديال مجلس المنافسه، يعني انه باش ما تبقى حتى شي اثار الجريمه تكون كامله، وغادي نتسناو الناس تدافع عن دولتين اجتماعيتين. ما لا يمكن للوبي ديال المحروقات اللي كيسير الحكومه دابا ان يدافع على جيوب ديال المغاربه. وباش ما نكونوش شعبويين سي منير، فهمتيني؟ هذا اليسار الذي نمثله وبهذيك النائبه البرلمانيه دات على الاقل 30 سؤال ووضعت امام الحكومه وامام البرلمان يعني مقترحات للتداول، ما نقولكش التنفيذ غير للتداول، اللي هو ان النائبه البرلمانيه فاطمه التامني وضعت واحد المقترح ديال انه تجميد الاسعار ديال المواد الاساسيه اللي هو السكر، الزيت، الدقيق، على الاقل ما تخرجش لنا شي 81 اخرى ثاني من سوبيتمون، يعني على الاقل نوقفوا ونجمدوا الاسعار واخا كتطلع في العالم وسميتو يتجمد وتحمل الدوله المسؤوليه ديالها. ثانيا انه لا سمير ترجع يعني مؤممه وفي صالح الدوله وانها تتامل لنا ذاك الامن الطاقي. مقترحين لحد الان يعني اجوبه كما قلتي رماديه، سنرى ولا يمكن وهذا وهذا. وبالنسبه للسؤال اللي وضعت حول التجميد لحد الان راك عارف في رمضان دابا خرج غير للسوق. نعم، ولكن بالمقابل يعني ربما هذا استثناء ولا حاله استثناء، ولكن الاعم الغالب في العمل البرلماني هو انه لا يواكب هذه الزيادات، بدليل انه لا شفنا الاسئله المبرمجه، ما كانش اسئله التي تهم العمق. انا فاجئني واحد السؤال سي منعم كيتسولوه في البرلمان على ما واحد المسلسل فتح الاندلس.
بيناتنا شنو كيهم فتح الاندلس امام هذه الزيادات وهذا الغلاء الصاروخي شنو فعلا؟ لان كاين ترهل ديال المعارضه، لان الخريطه الانتخابيه المبلقانه نتيجه للانتخابات اللي دارت وتوجهات وعطات هذه النتائج هذا وبفعل فاعل ما تعطيك غير هذا الشيء. هذا هو علاش كما كان بلافريج والشناوي كنائبين كانوا كيحركوا البرلمان بالعمق ديال المعارضه الحقيقيه ديال فيدراليه اليسار. نفس الشيء يعني النائبه اللي هي فاطمه التامري راه لحد الان كتسنى جواب على الاسئله ديالها ديال تجميد هذه المواد الاساسيه تجمد لها الاخر، و30 سؤال اللي وضعت في العمق ديال الاهتمامات الاساسيه ديال الشعب المغربي. ونضيف لك منير، لان احيانا كيقول لك انتم معارضه ولكن غير ديال الانتقاد، غنعطيك مقترحات عمليه تقدرها الحكومه دابا ويسمعوها المغاربه يقدوا انهم يتفاعلوا معها. النقطه الاولى ما تزيدش في لي سالير، ما تزيدش في الاجور، وين نقص في لي جير في الضريبه على الدخل ديال الاجره. الا نقصتي 10 النقاط ولا 12 نقطه يعني غادي يوصل المواطن واحد 600 درهم. هذا مقترح. لا تي في ا ديال المواد الاساسيه، هذه هي المرحله ديال ان تجمد لا تي في ا. الا نقصتي لا تي في ا ديال السكر وديال الزيت وديال هذه المواد هذو على الاقل غتوصل بواحد موان 20% ناقص 20% من الثمن اللي فيها. النقطه الثانيه كاين دوك المخططات الاخضر والازرق والاصفر وكذا. الطاقه النوويه، ها هي فرنسا كدير الطاقه النوويه المدنيه، واش ما عمر فكرت شي حكومه انها دير طاقه نوويه مدنيه؟ واش مزيان. نقطه اخرى، في مصر عندهم واحد الاجتهاد يعني يشتغلوا فيه انه كيعطيو اراضي للشباب انا تصلح من طرفهم بواحد الدعم، يعني كيكونوا واحد 10 ديال الشباب اعطيه في واحد المنطقه ارض وخليهم يصلحوها يزرعوها كذا بواحد الدعم، بدل ان هذا الدعم اللي كنقلبوا عليه يمشي دابا للفلاحه مع هذه الموجات ديال الجفاف الاولى اللي بدات وداك الشيء ما كتمشيش للفقراء وما كتمشيش للفلاحين الصغار. على الاقل في هذه المخططات هذو ممكن انه تعطينا ان بلو. الصناعه التحويليه، دابا هذاك الليمون ديال بركان والليمون ديال القنيطره وديال بني ملاد في الاخر ديال الموسم راه كيتعطى للبهايم. لحد الان لم تفكر الدوله واش فهمتيني في الامكانيه ديال التحويل ديالو لان كونسونطري مركز، وهذاك المركز دابا فيه ازمه عالميه لان الليمون ديالنا ما فكرناش نديروا مصانع ديال التحويل. اذا هذه الحكومه تاش كدير؟ بلا انها وقت ما وقعت عندها الازمه كتمشي للجيوب ديال المواطنين مباشره، في التقاعد تمشي للجيوب ديال المواطنين، في الازمه اللي كاينه ديال البترول للجيوب ديال المواطنين، في الزياده ديال الاسعار على المستوى العالمي سير الاسر اللي غادي يؤديوها. اذا فين غادي؟ اذا هذه راه ماشي حكومه ماشي ديال طبقه برجوازيه، ديال فئه وديال اسر اللي كتحاول انها تضمن الاستمراريه ديال نفس الربح اللي كي سمعني كيطرح سؤال فين غادي؟ فعلا هذا هو السؤال اللي مطروح الان في ظل هذا الاستهداف القوي اجتماعيا المواطن اجتماعيا، الاداء البرلماني ضعيف، انتم في يعني في هذه الجبهه الاجتماعيه، واش ما كتوقعش ان غدا ولا بعد غدا غادي يخرجوا لنا المغاربه وراه شار ليها سمعني ديال 81، لان ما كاينش اللي يدافع عليه، ما كاينش وسائط اللي ترافع من اجله. لا هو بالفعل اليوم كاين اشكال كبير للاسف. كان نقاش حول نموذج التنموي واللي كنا كنسميوه حنا بانه كاين خلل في الاختيارات الكبرى، اختيارات السياسيه اللي تكلمت عليها واللي كان مفروض انه اعاده النظر، لان اليوم حتى الحلول الترقيعيه ديال هنا وهنا ممكن اليوم دير الدوله تدخلات باش تحد الاسعار تبلافوني، هذه مطالب ديالنا، ولكن خصنا كذلك حلول للمستقبل، والمستقبل خاص اعاده النظر في النموذج كله. اولا المساله ديال القطع مع الفساد، وهذا مطالبنا كجبهه ملي كنخرجوا في جميع الوقفات. كاين الاشكال ديال الفساد اللي بتصريح ديال رئيس الحكومه السابق كيدعي على الاقل 5% من الناتج الداخلي الخام، معناها تقريبا واحد 50 مليار ديال الدرهم اللي كتمشي للبلاد في الفساد. ملي كنقولوا الفساد من الفساد الكبير حتى الفساد ديال الرشوه وغيره. ثم المساله الثانيه وهو انه هذا الشيء ديال الريع، اقتصاد الريع ما يمكنش انه نستمروا بالشكل الحالي ديال انه شركات كتفاهم بيناتها كتحتكر السوق وكتمارس كل الاشكال ديال الريع وديال الامتيازات اللي كتستافد منها. ثم المساله الثالثه هو نبنيو مؤسسات ديمقراطيه. انا نقول لك الشيء البرلمان اللي كتكلموا عليه، نعطيو لهذا البرلمان شهر ديال العطله، نعطيو شهرين ديال العطله والبلاد تبقى غاديه. مستمر. تبقى غاديه لانه البرلمان كمؤسسه في بلاد اللي ماشي غير البرلمان حتى الحكومه. جميع المؤسسات. احنا جربنا الفتره ديال الحجر الصحي ما كانش كتجتمع الحكومه بشكل دوري وكانت الدوله غاده. تعطيها كونجي ديال شهر شهرين تمشي تجلس والبلاد غاديه زعما ما دونك خاصنا ديمقراطيه حقيقيه اللي فيها مؤسسات اللي كتمثل الشعب وكتمثل المصالح المختلفه والمتناقضه اللي كاينه في المجتمع واللي طبيعي انها تكون مختلفه ومتناقضه. خاصنا الصوت ديال الشعب نلقاو داخل المؤسسه ديال البرلمان. ثم
خصنا نمشيو في اتجاه نموذج ديال دوله اجتماعيه حقيقيه. دابا راه اليوم في الدار البيضاء خصكم تعرفوا بان النص ديال التلاميذ كيقراو في القطاع الخاص، معنى انه هادو كلهم اباء اللي كياخذ على الاقل ثلث من الاجره ديالو في شي كيديها، انه المغاربه واحد المجموعه كبيره فيهم اللي كيبغي مراته تولد ولا عنده ولد مريض ولا كيدي كلينيك بريفي، لانه مستحيل تمشي لدابا المستشفى عمومي وتلقى سرير، تلقى امكانيات ديال الاستقبال وامكانيات ماديه الى اخره. زيد عليه الاقساط ديال السكن. السكن زيد عليه يعني هذا المواطن ديال الطبقه الوسطى كيف ممكن يعيش في ظل هذا النقل، هذا السبيتاس اللي كيقول بانه اللي عنده طوموبيل تيتحمل مسؤوليته، اغلبيه الناس دايرين كريات باش دايرين السيارات. علاش؟ لانه لو لقى ترونسبور كوما هذاك النقل العمومي في المستوى، طوبيس في المستوى، كاين تراموي، كاين مترو، كاين كذا، باش نهز السياره ديالي. راه في اوروبا الناس كيمشيو في ترونسبور كوما، معناه انه خصنا دوله اللي كتقدم الخدمات العموميه، لان دائما كنقولوا هذه من مبررات وجود الدوله هو ان تقدم الخدمات العموميه، دونك خاص اعاده النظر في النموذج ككل. لهذا حنا في الجبهات الاجتماعيه لما كنخرجوا الشعر هو اخنوش ارحال، ولا حنا بالنسبه لنا كاين شعارات اللي مرتبطه بمطالب اجتماعيه انيه ديال الناس، مطالب عندها طبيعه فئويه وعندها طبيعه مجاليه، ولكن كذلك مطالب ديال انه خصو يوقع تغيير في البلاد باش نمشيو في اتجاه ديال الديمقراطيه، ديال العداله الاجتماعيه، ديال توزيع عادل الثروات، ديال ان الدوله تستثمر في المجال العمومي. حنا اليوم كنتكلموا على 245 مليار درهم ديال الاستثمار العمومي، فين هو الاثر ديالها؟ الاثر ديالها على المواطن. المواطن ولا كيسمع الارقام في التلفزيون، ولكن ملي كيمشي لرئيس الحكومه كيقول لك السوق الدوليه، ولكن راه المواطن ما كيعرفش السوق الدوليه، كيعرف السوق اللي حدا دارو كيمشي كيتقدم منه. هذاك السوق هو اللي كيهمو، هو هذيك الهضره ديال السوق الدوليه، انت كحكومه اللي خصك تدبر هذا الشان. ثم الحكومات هي اللي في اللحظات ديال الازمات كتبان بانها حكومات فعلا خصها تدبر الازمات، اما ملي كتكون الاوضاع عاديه نجيب غير اي واحد راه يدبر الامور، يخلص الموظفين والامور هذه. نعم سي يوسف، كنتكلموا على الاثر وانتقلوا لواحد المحور اخير اللي هو دائما حنا نتحدث عن الحكومه، عن البرلمان، عن الاخر، ولكن الوضعيه الداخلي، وانتم من العائله اليساريه، العائله اليساريه التي ربما تعاني الامرين تنظيميا واندماجيا، كيبقى واحد السؤال اللي كيتطرح هو كيف حال العائله اليساريه في ظل هذا الامر؟ كنتكلموا داخليا، يعني كيف ممكن توصف لنا الوضع الداخلي ديال العائله اليساريه سي منعم؟ بكل صراحه يعني وغنتكلم من داخل فيدراليه اليسار، وغادي نعرج على الانتخابات ديال فرنسا. دابا فرنسا النتائج ماكرون عنده 27%، 27.8، لو بين عندها 23%، ميلونشون عنده 22%، 22%. يعني باش يدوز للدور الثاني كان خصو نقطة. نقطة. دابا هاد النقطة فين مشات؟ الحزب الاشتراكي من الأسرة اليسارية عنده 1.74. يعني كل أصوات ديالو كبات مع ميلونشون غيدوز للدور الثاني. الشيوعيين عندهم 2.31. كنت كبات نقطة واحدة غيدوز للدور الثاني. الخضر عندهم 4.5%. يعني الاجتماع ديالي اللي جمعنا هادشي كله ماشي ضاير، غادي يفوت ماكرون، غادي يولي في الصف الاول. اذا الدرس شنو هو؟ هو الشتات ديال اليسار والظواهر الانشطاريه والانقساميه جزء من الازمه ديالو. المشروع والاطروحه ديال اليسار تجيب على اللحظه، لانه هو من الدوله الاجتماعيه بالمفهوم ديالها الطبقي، ماشي الشعار ديال اخنوش يكتبها ليا تما في التصريح الحكومي ومن بعد يجي للجيب ديالي يهز منه ولا الجيب ديال الاسر المغربيه. طرح طبقي ديال معنى الدوله الاجتماعيه وبون دي فور. نفس الشيء في فيدراليه اليسار، راه كان الحلم ديالنا هو انه يجتمع اليسار بكل مكوناته، ثلاث وباحزيمته وبقيه التيارات اليساريه لتشكيل قوه حقيقيه. راه نفس ما وقع لميلونشون في العشية ديال الانتخابات ديال فرنسا، وهادشي راه كتبت فيه رغم انه اسعى لمداد كثيرا، يعني نفس الشيء اللي وقع لفيدرات اليسار، ان العشية ديال الانتخابات ديالها يتم طرف انه ينسحب او ينشق على مشروع كبير اللي كيتسناوه المغاربة ديال فيدرات اليسار، اللي رغم ذلك سنتجه اليه مباشرة، والهيئة التقريرية راه غادي تنعقد ديال فيدرات اليسار في 8 ماي المقبل، وستفرز لجنة تحضيرية في افق المؤتمر الاندماجي ديال هذه المكونات كلها، واللي عايشتيها انت سي منير يعني كفاعل من داخل 20 فبراير، وعرفتي القوه ديال هذه التنظيمات هذه في هذيك المرحله. ان الاوان للتوحد ديال اليسار، وتوحد ماشي ميكانيكي، فكري، يعني في اطروحه محيانه تجيب على الانتظارات ديال المغاربه، ويكون عندها واحد المرجعيه اللي تحط رجليها الارض اكثر من انها
تنظر يعني فوق يعني المطالب الشعبيه. سيوس فرش، انت ايضا عضو المكتب السياسي للمؤتمر الوطني الاتحادي، يعني كيف ممكن هذا الشيء اللي قال سي معلم يتفاعل داخليا داخل الحزب المؤتمر الوطني الاتحادي؟ هو الان حنا كنشتغلوا بشكل جماعي المؤتمر مع الطليعه مع الرفاق ديالنا في اليسار الوحداوي، وغاديين يعني بخطى ثابته في اتجاه بناء هذاك الحزب اليساري الكبير. ولكن حزب يساري عاوتاني ما فيش غير ثلاثه المكونات، ما بغيناش حزب اللي فيه ثلاثه يعطيو واحد من بعد، بل بالنسبه لنا هذه الديناميه خصها تستوعب كل الفعاليات اليساريه، كل الديمقراطيين اللي كيامنوا بالفكره ديال التغيير الديمقراطي، ديال البناء الديمقراطي، ديال العداله الاجتماعيه وديال الافق الاشتراكي. من بعد فهاد الاطار هذا بدات هذه الديناميه ديال منتديات اليسار اللي اخرها كان في اكادير، غدا كان في الرباط، كانت هنا في الدار البيضاء، في مجموعه من المناطق ديال المغرب. كنفتحوا على فعاليات ديال المجتمع المدني، على فاعلين، على مفكرين، باش انهم يدخلوا في هذه الديناميه هذا. لانه اليوم الوجود ديال اليسار ضروره باش نرجعوا ميزان القوى، نرجعوا الصوت ديال هذه الفئات الاجتماعيه اللي اليوم كتعاني. ما يمكن يكون الصوت ديالو المعبر عليها الا اليسار. وإذا مات اليسار في المغرب وما بقاش اليسار الحقيقي اللي فعلا حامل الفكر ديال اليسار، اكيد بانه الهجمه غتستمر. هذا الوضع غادي نشوفوا ابشع منه في المستقبل. احنا غادي في اتجاه ديال الخصاصه ديال قطاعات عموميه في المزيد من الاختيارات النيوليبراليه. لهذا خصنا يسار قوي اللي هو اللي ممكن يدعم كذلك حركه نقابيه قويه، ممكن يدعم حركات اجتماعيه قويه، ممكن يكون كذلك يحدد الافق ديال كل هاد الديناميات النضاليه اللي ممكن تواجه هاد التوجه النيوليبرالي. نعم. سيوس فراشين، انت المنسق ديال الجبهه الاجتماعيه المغربيه، سي معلم محتين عضو الكتاب الوطني في دارة اليسار، شكرا جزيلا لكما كنتم معنا في هذه الليله الرمضانيه ونحن نتحدث بامل والم كبير عن الوضعيه الاجتماعيه. شكرا لكما جزيلا. مشاهدينا الكرام، شكرا والى اللقاء.